اليوم أبارك عزيزي المشاهد دي آية عظيمة في سفر حجي النبي اللي أحيانا بيتقال عليه حجاي النبي آية عظيمة ببدأ بها هذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية من هذا اليوم يوم التصحيح أبارك الرب عايز يبدأ معاك لو أنت في مرحلة فيها تخبط لو أنت في مرحلة فيها سلب حاجات بتسلم منك الرب عايز يبدا من النهارده مش صدفه مش صدفه انك انت بتسمع هذه الايه الرب عايز ينهي مرحله السلب ويبدا مرحله التعويض الرب عايز ينهي مرحله نقدر نقول عليها فيها لعنات الى مرحله فيها بركات بيقول من هذا اليوم ابارك وهنا الرب كان بيتكلم الشعب بتاعه ايام حج النبي وبيقول لهم ان النهارده ابارك من يوم ما حدث التصحيح لان الشعب كان عايش غلط وبعدين تجاوب مع نداء الله عزيزي المشاهد لو انت عايش غلط قول النهارده يوم تصحيح في حياتي النهارده باجل الرب تايب النهارده ببدا مرحله جديده النهاردة الرب بينهي مرحلة ويبدأ مرحلة شعب كان سيء لأنه كان إيه المرحلة اللي كانت سيئة عند الشعب ما بركة كان إيه إيه اللي كان بيحصل فيها إن الشعب ما كانش ما كانش مشغول بالرب الرب ده رقم عشرة مثلا كان مشغول بالبيوت بيعملوا ترميم لبيوتهم بيحط بيحطوا رخام بيحطوا حاجة خشب بيعملوا خشب جميل يعني اهتمامهم بامور الرب كان جاي مش نمره واحد ولا اتنين ولا تلاته عزيزي المشاهد ولا ينفع ان امور الرب تبقى رقم اتنين لو انت عايز تبدا مرحله البركه لازم امور الرب يسوع تبقى رقم كام؟ واحد يبقى الرب هو اه 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 اول كل حاجه زي ما بيقول الكتاب ليكون هو متقدما في كل شيء، يعني يبقى المركز الأول، ده اللي يجيب البركة، رب ليه رقم اتنين في حياتك مفيش بركة، الرب رقم واحد يبقى فيه بركة، والنهارده الرب خلي الرب رقم واحد عشان الآية دي تتحقق معاك من هذا اليوم أبارك، يعني قراية الكتاب رقم كام في حياتك؟ قراية الكتاب المقدس يمكن قراية الجرايد هي يعني رقم واحد في قراياتك. بتهتم بقراية الجرايد، بقراية الأخبار، السياسة، أخبار الرياضة، دي هي رقم واحد، مش رقم واحد قراية الكتاب والانشغال باللي بيقوله الكتاب. النهارده أقول له يا رب عايز الكتاب المقدس يبقى الكتاب الأول. عايز قراية الكتاب يبقى ليها الاهتمام الأول الانشغال الأول وسط الحاجات الكتيرة اللي بقراها ممكن تكون انت سبت خدمة الرب انشغلت 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 في شغلك وفي أمورك وصحابك والنادي وأمور الرب مفيش سبت الخدمة وسبت الاجتماعات لا باسم الرب يسوع مش صدفة مش صدفة انك انت بتسمع هذه الكلمات باسم الرب يسوع يبقى في تصحيح ويبقى الأولوية أو رقم واحد لأمور الرب لاجتماعات الرب اجتماعات الروحية لكتاب الرب الكتاب المقدس أمور الرب يبقى ليها رقم واحد ولما أمور الرب بقت رقم واحد إيه اللي حدث انتهى وقت اللعنات وبدأ وقت البركات مع شعب الرب في سفر حجي عزيزي المشاهد عايز أقولك آه بعض الايات من الاصحاح الاول ازاي كان وقت وحش رغم انهم كانوا مهتمين بامورهم لكن ما كانش فيه بركه رغم ان الطالب ده بيشتغل كتير ويذاكر كتير بس يجي في الامتحان ويغلط يغلط ايه غلطه ما ولا اه اه ولا واحد مش مذاكر يغلطها لكن عشان ما فيش بركه او بيشتغل كتير الشخص ده دكتور في عيادته وبعدين تتسرق منه حاجات، مفيش بركة، ليه؟ ليه مفيش بركة؟ شوف هنا الآيات بتقول إيه؟ بيقول زرعتم كثيراً ودخلتم قليلاً، مجهود كبير والعائد قليل، والآخذ أجرة بياخد ما هي، يأخذ أجرة ويحطها في كيس مخروم، فالفلوس تقع منه، ليه؟ ليه؟ الرب بيقول السبب لأجل بيتي الذي هو خراب أنتم مش مهتمين بالبيت بتاعي وأنتم راق بتجروا كل إنسان إلى بيته يعني في اهتمامنا بأمورنا الشخصية بنجري في اهتمامنا بأمور الرب بنبقى بسرعة السلحفاة ما ينفعش يبقى مش هنشوف بركات في حياتنا لكن لما نصحح ده والدعوة أنك تصحح ده النهارده وانت بتسمع البرنامج تقول يا رب دي نهاية مرحلة انا كنت بجري فيها على اموري وممشي ببطء مع امورك دي مرحلة انتهت يا رب وابدأ مرحلة جديدة ان امورك وانت وقراية الكتاب والاجتماعات والخدمة تبقى هي رقم واحد دي مرحلة جديدة بتبدأ وانا واثق ان دي مرحلة جديدة تعويضيه باسم الرب يسوع تبدا من النهارده مرحله جديده تعويضيه والايه من الرب بيقول لك من هذا اليوم ابارك سفر حجي العصاح الثاني ايه رقم 19 عزيزي المشاهد بنكمل مع بعض التامل في حياه رجل الله يعقوب وشفنا في الحلقه اللي فاتت ان يعقوب عاصر جده ابراهيم كام سنة؟ 15 سنة وقلنا بكل تأكيد كان في تأثير مبارك وحلو من إبراهيم الشيخ على الحفيد يعقوب بكل تأكيد كان في تأثير رائع وقلنا اللي حصل مع إبراهيم يحصل معانا إن إحنا لما نكبر في السن هيبقى لينا تأثير مبارك يعني تأثيرنا في الناس مش هيتوقف احنا النهارده نور للعالم زي ما قال الرب بنأثر في الناس من خلال حياتنا ناس بتعرف يسوع لما هنكبر اكبر وسننا يكبر اكتر برضو في ناس من خلالنا هتعرف الرب يسوع عزيزي المشاهد لو انت خادم وزمان كنت بتخدم وتوعظ وانت النهارده كبرت في السن لا الرب لا يزال يريد ان يستخدمك زي ما استخدم ابراهيم زي ما استخدم آليشع آليشع وهو في نهاية حياته الرب استخدمه استخدام عظيم ومع مين؟ ومع الملك اه لو أنت اه اه كنت زمان بتوعظ وكنت زمان بتفتقد والوقت مش قادر لا الرب يعطيك قوة يجدد كنسر شبابك الآية بتقول أنه يعطي المعي قوة قدرة ولعديم القوة يكسر شدة الرب يديك قوة وتظل تخدم الرب في السن الكبير ايه بقى اللي حصل ان ابراهيم مات ولا شك ان في القصه دي في دروس خدها يعقوب لان كان عمره 15 سنه عايز اقول ان يعقوب وهو عمره 15 سنه على الاقل اتاثر بثلاث حاجات على الاقل الحاجة الأولى اللي اتأثر بيها إنه شاف إبراهيم بصحته لآخر يوم من أيام حياته لأن الكتاب يقول ومات بشيبة صالحة يعني مات وهو واعي آآ آآ ما فقدش الذاكرة مات وصحته كويسة فده أكيد شيء أثر في يعقوب لأن هو في سنه 15 سنة شايف إن جده بصحة حلوة قوي فده أكيد أثر فيه وبنى فيه الإيمان إن الرب اللي حفظ صحة إبراهيم جده يحفظ صحته هو كمان لما يكبر في السن يبقى ده أول حاجة أنا حاسس إنه تأثر بها إنه تأثر بإن صحة إبراهيم كانت رائعة جدا إلى آخر يوم من أيام حياته بإسم الرب يسوع يحفظ الرب صحتنا دائماً ويجدد كان ايه؟ شبابنا. الحاجه الثانيه اللي اثرت في يعقوب وهو عمره 15 سنه لما مات ابراهيم. ليه؟ لان الكتاب يقول لما ابراهيم مات اتدفن، مين دفنه؟ يقول لك ودفنه اسحاق واسماعيل ابناه في المغاره ودفنه اسحاق واسماعيل ابناه. والكتاب المقدس لما يقول حقيقه زي كده يبقى عايز يعلمنا حاجه منها ما هو مش كتاب تاريخ هو مش قصده يقول تاريخ لا دي اكيد الـ الـ الملاحظه دي مهمه قوي ان اللي دفن ابراهيم مين ما قالش الكتاب ودفنه اسحاق مثلا ووكيل بيته الرجل العظيم اللي اللي كان مئتمنه ابراهيم على البيت بتاعه لا ما قالش الكتاب كده قال ودفنه اسحاق واسماعيل يعني في نهايه في في وابراهيم في بحياته على الارض بتنتهي حدث شيء عظيم جدا ان اسحاق متحد مع اسماعيل في الامر ده خلي بالك دي حاجه مهمه قوي قوي ونقدر نعرف اهميتها لما نرجع لورا لورا لما كان لما كان اسماعيل بيضطهد اسحاق احنا عارفين القصه دي ان اسماعيل من ام تانيه يعني اسحاق جاي من ساره اسماعيل جاي من هاجر لكن الاب واحد هو ابراهيم فايه الكتاب بيقول بيقول ان اسماعيل كان بي بيأذي إسحاق وهو صغير وبعدين الرب عطى لإبراهيم حكمة وباسم الرب يسوع الرب يدينا إحنا كمان الحكمة اللي محتاجينها يعني أنت محتاج حكمة في شغلك الرب يديك حكمة إبراهيم كان عنده مشكلة أن أولاده الاثنين طالعين يتخانقوا مع بعض ده من أم غير وده من أم تانية وطبعا اكيد في في الموضوع حاجات نفسيه ونفسيه اسحاق هتتعب وما نعرفش هيحصل ايه لما يكبروا شويه فخد قرار حكيم ان يفصل ده عن ده. واحيانا الناس يقولوا ده كان قاسي ان ان بعد اسماعيل لا هو ما كانش قاسي هو كان حكيم لان لو قعد اسماعيل كان هينضر. ولو قعد مع وكان هيضر اسحاق وهيضر الخناقه اللي بين الاتنين كانت هتكبر وكان هيبقى ليها مضاعفات كثيره باسم الرب يسوع انت كمان عزيزي المشاهد الرب يديك حكمه عشان تبعد عن الناس اللي اقترابك منهم بيأذيك او بيأذيهم باسم الرب يسوع احيانا واحد يقول لا دي عدم محبه لا دي دي قمه المحبه قمه المحبه ان انا عشان بحب شخص فمش عايز ابقى معاه لأنه في وجودي معاه بنختلف وممكن بنتخانق وهو بيأذيني او انا باذيه، لا يبقى الاحسن هنا دي المحبه، المحبه ان انا احافظ عليه والمحبه ان ما هو يقع في خطيئة انه يأذيني دي محبه ايضا. فالمحبه من محبه ابراهيم لاسماعيل انه بعده عن البيت، بعده عن اسحاق وهم صغيرين، لك لما جاء في دفنته بقى ابراهيم الرب كان عمل شغل، كان عمل شغل في اسماعيل ولم يعد اسماعيل مؤذيا لاسحاق. يعني نشوفهم هما مع الاتنين بيدفنوا ابوهم يبقى هما الاتنين في سلام بينهم. المشاكل اللي بينهم اللي كانت زمان تأثيرها انتهى. فده اكيد ده أثر في يعقوب واتحفر جواه ازاي ان الرب خلى اسماعيل في الوقت ده غير مؤذي لاسحاق، يعني اسحاق مش خايف منه ومشترك معاه في دفن ابراهيم في المغاره. الرب اوجد السلام اللي ما كانش موجود زمان، اكيد ده اثر في يعقوب لان 15 سنه سن يقدر يعي الاحداث. وأكيد نفعه بعد كده لما كان في مشاكل بينه وبين عيسو أخوه، لأن عيسو برضه زي ما كان إسماعيل عايز يؤذي إسحاق وكمان كمان عيسو حب يأذي يعقوب، بس يعقوب هنا خد درس إن الرب حمى إسحاق من إيذاء إسماعيل، وجاب سلام بينهم، فأكيد لما كان عيسو عايز يأذي يعقوب، أكيد يعقوب بقى افتكر وقال له يا رب أنت حميت إسحاق من أذى إسماعيل، أنت قادر أن تحميني من أذى عيسو، وأنت يا رب عملت سلام بينهم، بين أبويا وعمي، أنت أيضا يا رب تعمل سلام بيني وبين أخويا عيسو. يبقى دي تاني حاجة تأثر بها يعقوب وهو عمره 15 سنة، أن إسحاق وإسماعيل شافهم مع بعض ما فيش عداوة في سلام عزيزي المشاهد لو كان لو في شخص لسه بيفكر انه يؤذيك امن ان الرب يغير تفكيره زي ما غير تفكير اسماعيل وزي ما بعد كده غير تفكير عيسو لا اسماعيل اذى اسحاق ولا عيسو اذى يعقوب لو في حد عايز يأذيك وسط عيلتك آمن ان الرب يصنع سلام في عيلتك إلهنا وإله السلام لو الشيطان مقوم الناس دي عليك قول كده زي ما قال الآيه العظيمه أو العالك من رسالة روميا لما بولس قال كده للمؤمنين إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا إله السلام دي في روميا 16 آية 20 سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا الشيطان عامل خصومات الشيطان مقوم الناس على بعض لا احنا ننتصر على الشيطان الخصومات تنتهي الناس اللي بتأذينا الرب هيهيمن على تفكيرها هيأثر عليها وتفكير العداوة ينتهي وزي ما بيقول الكتاب لو لو حد لو أرضت طرقي الرب يجعل حتى أعدائي يسالمونني يبقى ده التأثير رقم اثنين التأثير الأول إن شاف صحة إبراهيم وهو 175 سنه وهو بيموت صحته كويسه التاثير الثاني ان يعوب شاف اسحاق واسماعيل بيدفنوا ابراهيم مع بعض ايه التاثير الثالث التاثير الثالث اللي شافه بعد ما مات ابراهيم هو ايه اللي حدث يقول الكتاب يقول يقول الكتاب وكان بعد موت ابراهيم ان الله بارك اسحاق ابنه يعني شاف كده يعقوب ان البيت اتملى خيرات في بركه ان يعني اسحاق غني جدا ده بعد ما مات ابراهيم يا yeah. يعني ال... ده عكس المتوقع المتوقع ان ابراهيم لما يغيب ده مصدر البركه ده الاسحاق ورث منه كل حاجه ده لما ابراهيم يغيب ده كان معاه البركه يبقى البركه تغيب لا 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 ده لا مش ده الدرس الدرس اني طالما انت مع الرب لو اللي بيساعدك انتقل من البلد اللي انت عايش فيها لو اللي بيساعدك ماديا مات لو اللي بيساعدك لو الكنيسه اللي بتساعدك حتى تخلت عنك ولا يحصل حاجه لان انت اللي بيجيب لك المساعده هو الرب جابها لك عن طريق ده يبقى يقدر يجيبها لك عن طريق حد تاني استخدم الكنيسه دي يبقى يقدر يستخدم كنيسه اخرى ده الدرس اللي اتعلمه يعقوب هو 15 سنه لما نفقد لما نفقد ابراهيم لن نفقد الله الهنا اله حي يقول كده الكتاب وكان بعد موت ابراهيم ان الله بارك اسحاق ابنه ان البركه تعتمد على علاقتي مع الله ماش تعتمد على ان فلان موجود او فلان انتقل وراح السماء او فلان لا البركه تعتمد على ان انا عايش مع الرب فاكيد ده ترك اثر ليه؟ لان يعقوب ساب ابوه يعني انا بحكي لك ازاي ان اللي بيحصل في الطفوله بتاعتنا الرب بيستخدمه واللي بيتحفر جوانا الرب بيستخدمه بعد كده في, في في منفعتنا في ليه فايده يعني مش اعتباطا كده الرب سمح لك مثلا انك انت تنقذ من حادث وانت مثلا عمرك 15 سنة لا ده الانقاذ ده يفيدك في المستقبل وتقولي اللي انقذني زمان ينقذني في اللي انا فيه فالحدث الامور كده مش مش اعتباطا لا ده في اله العظيم بي 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 بيخضع ده وده وده ويجعل كل حاجة تعمل مع الخير الدروس الماضي تفيدني في الحاضر والمستقبل فهنا الدرس مهم جدا ان اسحاق ابوه مات لكن اسحاق اتبارك ده اللي خده يعقوب ليه؟ لان يعقوب بعد كده ساب ابوه يعقوب ساب اسحاق يعني زي ما ابراهيم ساب اسحاق لا ده هنا بقى يعقوب هو اللي ساب اسحاق وساب البيت وطلع آآ 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 راح عند خاله وكان معتقد انه هيرجع بسرعه فمرجعش قعد سنين فكان لازم يفتكر الدرس ده ان لا البركه مش مرتبطه ان انا ان انا جنب اسحاق البركه مرتبطه ان انا ابا جنب الرب وفعلا ويعقوب بعيد عن بيت ابوه وبعيد عن الثروه بتاعته لانه فقط لما راح عند خاله كان خاله ده كان ساكن على بعد 700 كيلو يعني حاجه مهوله وما كانش قادر يرجع وهنفهم ده لما ندرس يعقوب مع بعض رغم انه فقد مكان البركه فقد رجل البركه اسحاق لكنه لم يفقد الرب وعشان كده اتبارك جدا 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 عند خاله ورجع من عند خاله غني جدا جدا جدا، ايه عظيمه آية 11 وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، عزيزي المشاهد لو أنت فقدت هذه الأيام مصدر رائع كان لمساعدتك كان لتعضيدك فقدت شخص فقدت كنيسة سافرت بلد تانية بطمنك أنك لو أنت عينيك على الرب هتختبر البركة والبركة لن تتوقف إذا 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 إبراهيم رحل فالرب حاضر وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه بارك نفسية إسحاق بارك ماء البيت بتاع إسحاق الحياة العائلية بتاعته وبعدين حاجة كمان أثرت في يعقوب متعلقة بالبركة يقول لك وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي ده بعد ابراهيم ما مات بقى ساب المكان راح اسحاق سكن فين؟ راح سكن في حته آه. ليها علاقه بام اسماعيل ليها علاقه بهاجر يعني المكان ده ده المكان اللي الرب بارك فيه هاجر وبركه غير عادية وده المكان اللي الرب قال فيه لهاجر إن إسماعيل هيتبارك وهيبقى أمة وهيبقى أه أه الرب قال حاجات عظيمة في تكوين 16 في الحتة دي بس إسحاق ما عندوش مشكلة. أه أروح الحتة دي وأعيش فيها رغم إن الحتة دي بتقول إن أخوك اللي طهدك زمان هيتبارك أه لأن أنا خلاص أنا سامحته أنا غفرت أنا ما عنديش عقدة من أخويا عزيزي المشاهد باسم الرب يسوع لو انت لسه ما سمحتش اخوك تاخد قوة من الرب الان انك تقدر تسامحه ويبقاش عندك عقدة منه وتقدر تزوره وتقدر تقعد معاه زي اسحاق ما قبل انه يروح يسكن في الحتة اللي تبارك فيها اسماعيل اخوه اللي اتقضوا زمان عزيزي المشاهد لا شك ان ده اثر ايضا في يعقوب وفي نظرته لعيسو اخوه بعد كده باسم الرب يسوع نسامح بقوه من الرب من اساء الينا باسم الرب يسوع ما نشيلش من حد باسم الرب يسوع زي ما اسحاق من اسماعيل عزيزي المشاهد الى اللقاء في الحلقه القادمه الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الأسد في الخارج هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها راسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على صفر اتناشر خمسمائة سبعة وسبعون ثمانية وثمانون وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية